السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى مامز واحلى معلمات؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلام وسعادة. طبعا بما اننا احنا بنمر بظروف صعبة جدا يعني بالذات التعليم كمان، ان امهات احيانا بيقولوا طب احنا ازاي نكمل مع اولادنا وازاي نذاكر لهم، وفي نفس الوقت احنا مش عارفين يعني ما نقدرش نجيب مدرسين في بيتنا، وفي نفس الوقت المدرسين ما يقدروش يروحوا لان انتوا عارفين الكورونا واللي احنا فيه، فوضع صعب ان مدرس او مدرسة تروح بيت ولية أمر أو ولية أمر تودي ابنها لمدرسة. وبذلك احنا اقترحنا على المدرسات ان هم يعملوا كورسات اونلاين او يدوا دروس من خلال الاونلاين. الموضوع مش صعب خالص يا جماعة ومش سهل برضه في نفس الوقت، هو محتاج اجتهاد منك وفي نفس الوقت ثقة من نفسك، وازاي وتكوني منسقة الملفات بتاعتك اللي هتشتغلي عليها في والعرض اللي هتعرضيه على الطفل. لازم اهم حاجه كمان الطفل يحبك، ولازم ان انت تحسيه اللي هو كمان من امان ناحيتك، اللي هو مش بيتعامل مع كمبيوتر او شاشه، ده بيتعامل مع مدرسه فيس تو فيس، وفي نفس الوقت يكون برضو حبيبيه في الماده بتاعتك او الماده العلميه اللي انت بتوصلها له. زي ما بتوصلي مع الطفل اللي انت فيس تو فيس كده، وصليه برضو مع الطفل اللي انت بتتعاملي معاه اونلاين. اللي هو الاختلاف بس الفرق ما بيننا شاشه ومسافات، ولكن ده وضع مؤقت لحد ما الدنيا ان شاء الله تتظبط وترجع لوضعها الطبيعي باذن الله. هل الكورسات الاونلاين بتبقى صعبه؟ لا ان شاء الله مش صعبه، هو بحتاج زي ما احنا قلنا ثقه بالنفس، وبحتاج منك انك تكوني منسقه اللي انت هتشرحيه. ما ينفعش اللي انت تقولي الطفل قال هشرح لك وبعد كده تلاقي انت مش عارفه تشرحي ايه ولا عارفه ترتبي ايه. لو انت عندك كتب بي دي اف حلو جدا، لو عندك كمان صور ملصقاها بي دي اف برضو انا هعلمك ازاي ان شاء الله تنسقي الصور بتاعتك على هيئه ملف بي دي اف، وفي نفس الوقت ازاي تتعاملي على برنامج زوم لان ده مهم جدا جدا، برنامج زوم ده اللي انت تشتغلي عليه، وده احسن برنامج الصراحه استخدمناه كوسيله للشرح. عندي اهم حاجه قبل ما تبداي انك تشرحي اي شرح اونلاين او اي كورس اونلاين تعمليه، لازم تحددي اولا الماده العلميه اللي انت هتشرحي من خلالها، او ترتبي معنى اصح الورق بتاعك، بس مش ورق طبعا على هيئه ورق، هنعمله على هيئه ملف بي دي اف، وده بيبقى اسهل واحسن بكتير، ودي سهله قوي انك ممكن تجيبي صور وتحوليها لملف بي دي اف تبعتيه كل حصه للطالب عشان يقدر تشرحي من خلاله وترتبي الحصه بتاعتك صح. طب ازاي بقى هتحولي الصور او الماده العلميه بتاعتك او الشرح على هيئه بي دي اف تنظميه وتبعتيه للطالب كل مره؟ تعال نشوف هنبعته هنعمله ازاي. اول حاجه اللي لازم النت طبعا يبقى مقفول، لان انا عندي هنا برنامج جميل جدا لتحويل ملفات بي دي اف اللي هو اسمه بي دي اف كونفرتر، وده حلو قوي، بس اهم حاجه انك لازم تكوني قافله الواي فاي عندك، لان طبعا هتلاقي اعلانات وهتزولك اثناء وانت بتنظمي الملفات بتاعتك. تعال نشوف هنشتغل عليه ازاي. اول حاجه هتفتحيه، هتعملي هدوس على سلايد ايمجز اللي هي تحديد الصور، هتدوسي عليها وبعدين بتختاري الصور اللي انت عايزاها. انا مثلا هختار مثلا بارت 1 عشان انا يعني عارفه انا هنظم ايه، ولا ليكن مثلا ان احنا هننظم مثلا الحروف اللي هي الاي بي سي مثلا الحروف مثلا، وعندي هنا الكلمات بتاعتها تمام. وممكن كمان انزل شتات احطها برضو للطالب عشان تنفعه اثناء حفظ الحروف مثلا ويتعرف عليها ويوصل تمام كده. وممكن كمان يعني تعملي صفحات كتير قوي، يعني ممكن ينفع لتي تحددي صور الى عدد كبير قوي، يعني مثلا انا دلوقتي هل ينفع اطلع باك مثلا عشان اشوف صور تانية؟ لا، بتدوسي هنا، بس اهم حاجه تكوني عارفه الالبوم ان انت هتختاري منه الصور. وليكن مثلا انا عايزه عن مثلا اديله حاجه من الكونفرزيشن مثلا، حاجه عن المحادثات مثلا تمام كده. مثلا عايزه اديله حاجه مثلا خاصه بالجرامر، اهي يعني مثلا اديله مثلا ايه الآن والآن مثلا تمام كده، واديله برضو شتات عليها عشان برضو يبقى ايه كل حاجة تبقى سهلة معاه مثلا زي ما انت شايفة. ايه تاني بس عايزة ايه، يعني مفيش حاجة تبقى واقفة معاكي ان شاء الله. اهو وخلاص
وانا بقى عايزه اعمل بقى البي دي اف. ممكن تختاري معاينه اللي تشوف البي دي اف بتاعك عامل ازاي، او ممكن تعملي شور. يعني مثلا نشوف كده، نعمل معاينه، اختار البي دي اف بتاعي. بس ده كروك يا جماعه، تمام. طبعا انا عندي صوره زياده، دي بقى هقولك هتعدليها ازاي. اهم حاجه بس اعملي شور، تمام كده. بس تيجي لما تيجي تعدليها اهي، عندك اللي هو هقولك انا ايه، عندك ال تقريبا اللي هو اللي هي تقريبا اللي هي دي range images. عايزه اعمل لك القلم دي، دوسي عليها عشان تقدري ترتيب الصور اللي انت عايزاها، تمام كده. انا هدوس عليها اهو عشان مثلا لقيت صورة زيادة عندي اعمل فيها ايه. هي دي، هكنسلها، هدوس على كنسل على طول، هدوس على كنسل دي، تمام. انا كده شلتها، اتأكد برضو البي دي اف بتاعي ايه تمام. في صورة عايزة مثلا صورة مسابقة صورة تانية، يعني الصورة دي مسابقة الصورة دي، تمام. اعمل ايه؟ اعمل اطلع ادوس على دوة يخلي الصورة تطلع فوق، والسهم ده يخلي الصورة تنزل تحت. فانا دلوقتي عايزة دي مثلا اطلعها فوق، اهو طلعتها فوق ودي نزلتها تحت، تمام. الملف كده عندي، الله ينور. ما دورش يعني انا بلاش ادوس على صورت ده، ده يعني ده بمعنى اصح انتي بترتبي بقى حسب بقى الاسم وحسب الحجم والجو ده، فدي حاجه بتبقى رخمه. لا ارجعي باك احسن، يعني هتدوسي باك هنا، تمام. وبعد كده هتعملي ايه؟ بعد طبعا ما ظبطتي بقى البي دي اف بتاعك، هتعملي اهي كرييت بي دي اف، اللي انتي يعني بمعنى اصح بتعملي بقى يعني خلاص كده بتصنعي البي دي اف او بتظبطي بقى ان شاء الله. خلاص كده تمام، هدوس عليه واكتب اسم الفايل بتاعي. يعني مثلا عايزه اكتب مثلا عين ولاش فور كيدز، وان مثلا لو انا عايزه اعمل ال مثلا هعمل زيرو عشان عندي نفس الملف. بس بتختاري بقى، لازم تختلفي في الاسماء الملفات بتاعتك عشان تبقي عارفه انت هتعملي ايه. دوست عليه وادوس موافق، هو كده بيعمل بقى كونفرت يور فايلز، تمام كده. واهو وادوس كده تمام، هدوس على اوبن بي دي اف. لازم اشوف بقى البي دي اف بتاعي اللي انا عملته، شوفوا عامل ازاي بقى اهو. طبعا بختار البرنامج اللي انا يعني هفتح من خلاله، الله ينور. هعمل ايه بقى؟ اهم حاجه ان انا بقى اشيره بقى كده، هفتح الواي فاي عادي وابعته مثلا للطالب عن طريق الواتساب، بحيث ان انا ما لخبطش نفسي واعرف انا هعمل ايه، تمام. لان ممكن في ناس يعني بعض المدرسين، وانا منهم، ان انا بقعد كتير قوي عبال ما ادور على الملف اللي انا عملته او كده اثناء وانا بشرح في برنامج زوم. فاحسن حاجه الملف اللي انا هشرح او الدرس اللي هشرحه له ابعته له قبل ما نشرح، وبعد كده افتح اعمل شير سكرين وافتح من خلال الواتساب. طب تعال نشوف هنعمل ايه. هفتح الواي فاي دلوقتي، تمام انا فتحته. ازاي بقى الملف؟ ونفترض مثلا عامله جروب بس نوتيفيكيشنز بقى بتيجي. طيب هو الانجليش، تمام كده، وابعت من خلاله الملف بتاعي اللي انا عايزه ابعته. يعني مثلا نفترض ادوس مستند واكتب مثلا في البحث في سيرش انجلش، مش هلاقيه.
انا تقريبا كتبته بالاي كابيتال ولا ايه؟ لا مش هنا، صفحة مستندات اخرى. طيب انجلش فور، هو مش هو مخني بقى في البحث في كده. انجلش فور كيدز، لازم اعرف اسم الملف بتاعي وانا بدور عليه. يا رب اهو طلع الحمد لله كده، ادوس عليه وابعته لجروب. تمام. دلوقتي هنعمل ايه؟ هنيجي بقى برنامج زوم، نفتحه ازاي او نشتغل عليه ازاي؟ يلا بينا نشوف. برنامج زوم سهل جدا في الاستخدام وجميل اوي، هتفتحيه عادي عادي خالص. سواء بدأ يعلق، خايفة الصوت يروح بقى وانا بفتحه، دي مشكلة. لما تفتحي برنامج زوم هتلاقي جوين ميتنج وساين ان وساين اب. هعمل ساين ان طبعا، هي دي هدوس عليها. لما ادوس عليها طبعا مش هعمل ايميل ادرس وباسورد ولا الجو ده، انا يدوبك هدوس بس على الفيسبوك دي. تمام. بعد ما ادوس على الفيسبوك هيطلع لي صفحة كده، وادوس اهو لانش زوم. احنا كده تمام فتحنا برنامج زوم، بس هو طبعا بيتحمل عشان حسب بقى الموبايل وطوله بقى. تمام، بيعمل كونكت. اهو كده البرنامج زوم اتفتح معايا. عندي حاجة بقى، ممكن اعمل كذا حاجة. ايه ما اعمل؟ ادوس على لو لسه عامله البرنامج جديد، فممكن اعمل نيو ميتين. تمام كده، او ممكن اعمل جوين ميتين جوين، بس الافضل انا هعمل نيو ميتين. وعندك هنا كمان ميتين دي اللي تعملي غرفه بقى خاصه بيكي وتبعتيها لاي طفل اي طالب بيتعامل معاكي، احسن يبقى غرفه خاصه بيكي مش محتاج من باسورد ولا اي حاجه، هيبقى سهل قوي. طب انا هشوف هعملها ازاي. تعال نشوف هنا الميتينجز. هنا بقى انا عايزه اعمل ميتنج جديده، دي بتاعتي انا لسه عاملاها. لو انا عايزه اعمل ميتنج جديده هعمل جوين او نيو، تقريبا انا مش فاكره جوين ولا نيو. لا نيو، نرجع باك نيو ميتنج. تمام كده. طبعا انت بيقول لك الفيديو بتفتحيه ولا لا، فانت هتعملي ايه؟ مثلا فيديو اون، او هنا بتقفليه. تمام كده، انت كده بتقفليه. تمام. وعندك هنا هتدوسي على ستار ذا ميتنج. طيب هنعمل ايه بقى في برنامج زوم؟ اهو كده الغرفة بتاعتك اتفتحت. انتي طبعا عندك هتعملي ايه؟ هتعملي participants اللي هما هيرجع عشان اعلم عليها. عندك هنا اول ما بتفتحيه، انا مش عارفة اعمله ازاي للأسف، مش جايب مش جايب مع القلم. اه جايب اهو. عندك هنا ميوت لو انت عايزه تقفلي المايك. يا الله. طيب ثواني افتحه تاني اهو. عندك ميوت، عندك ستارت فيديو لو انت عايزه تفتحي الفيديو، عندك شير لو انت هتشيري بقى من خلاله او هتوري البي دي اف للطالب، وعندك هنا البارتس فانس دي ومور بقى، هنشوف مور دي تبقى ايه. بس اول حاجه هتعمليها مور هنا بقى تشات وكده. طب تعال نشوف هنا نعمل participants. participants اللي هم المشاركين بقى، هتعملي ايه؟ هتعملي invite هي بقى المشكلة اللي هو بيعلق دلوقتي.
هدوس على الانفايت اهي، وهتبعتي بقى الدعوة ازاي، يا اما تبعتي على الماسنجر يا اما تبعتي على الواتساب، وافضل حاجة الواتساب اللي تعملي كوبي على طول. اهو هقول لك تاني، دوسي على اخر واحدة كوبي يو ار ال، تمام كده دوست عليها، الله ينور. اخش على جروب الواتساب وابعت له اللينك، تمام انا بعت لهم اللينك، هم كمان هيدخلوا من خلال اللينك على طول، يعني اللينك انت بعتيه يخشوا من خلاله على طول اهو اللي انا عملته ده. تمام تمام كده، يلا بينا. انا مثلا افترض اهو دخلت على اللينك بتاعي خلاص، الله ينور. اعمل ايه بقى، ازاي بقى اعرض بقى الملف بتاعي؟ اولا لو انت طبعا شغلتي الكاميرا انت بتشوفي الطالب وهو كمان بيشوفك، تمام كده. الميكروفون اهم حاجة تكوني مشغلاه، يعني من هنا ومن هنا، اللي هو الصوت ده هنا من فوق ومن تحت، دول اهم حاجة لازم تشغليهم في برنامج زوم، تمام، الميكروفون والصوت، بحيث ان تسمعي الطالب وهو كمان يسمعك، اللي انا عملت عليهم علامة دول. طب انا دلوقتي هعمل شير، يا اما اعمل شير فوتو صوره واحده لو، او شير دوكيمنت، بس افضل حاجه زي ما انا قلت لك هتعملي شير سكرين، اللي هي سكرين دي، تمام. طيب هدوس عليها كده، الطالب شاف السكرين بتاعي. طب انا هخش بقى على الواتساب وافتح من خلاله الملف، ان انا بفتحه على طول هو الطالب بيشوفه، يعني اي حاجه انا بفتحها هو بيشوفه. عندك هنا بقى قلم بقى هنا اللي هو المربع ده، وفي قلم فيه، تمام، ده هتفتحيه، هتفتحي منه لو انت عندك هنا سبوت لايت في القلم ده، انا عايزه اعلملك عليه بس هنا مش عايز يعلم، عندك بن وعندك سبوت لايت، سبوت لايت اول واحده، اي حاجه تتشاور عليها هو يشوفها، يعني بس عايز تقولي له مثلا الحرف فاوز ايه، اي اي يو، تمام كده، واو كمان اهو، تمام. فانتي اللي بتشرحيه او اللي بتشاوري عليه هو بيوصل له وهو بيشوفه، تمام. طيب ايه تاني عندي هنا برضو، اي حاجة انتي بتشرحي منها هو كمان بيشوفها زي ما انتي شايفة كده، تمام. عندك هنا كمان ان انت ممكن تعملي دوسي بان مثلا لو انت حابه تقولي له ده مثلا مونكي، فالاو هنا يعتبر سايلنت يعني ما لا ينطق، تمام. مثلا اورنج فتقولي له حرف الجي هنا بتنطق جي، يعني في هنا دي في الاول وهي طالعه على طرف اللسان، وهكذا. فانت وانت بتشرحي بتعملي يا اما دوسي على بان او دوسي هايلايت، ليه بتعملي شكل كده بقى، عايزه تعلمي على حاجه معينه او تقولوا الشرح ده في حاجه معينه. انا خلاص كده عايزه امسح اللي انا عملته ده، ادوس على كلير، انا كده مسحت اللي انا عملته، وابتدي اكمل اهو كلير تاني، وادوس على سبوت لايت او ارجع تاني اللي هو ستوب، وبعد كده ارجع اشرح عادي خالص خالص. هل الطفل يقدر يشخبط او يقدر بمعنى اصح يعمل بالقلم ويوصل وكده؟ اه طبعا، يعني حلاوه البرنامج ده لو كمان بيخلي الطفل اللي هو يشارك او الطالب يشارك عادي، اللي هو مثلا برضه بيدوس على القلم عنده، ولازم اهم حاجه مامته تبقى جنبه اثناء الشرح ده مهم جدا. ومثلا يدوس بقى على الحروف هنا، داس بس على الاي كابيتال واي سمول بي وكده وهكذا. هنا برضو انا عايزه مثلا يوصل الاي اف جي اللي هما الكابيتال دول، يوصلهم بالـ E F G H مثلا السمول دول، وهو يوصل وهكذا. I J K L M أهو M N O P وهكذا، ويفضل إيه يوصل عادي. طبعا عندي إيه تاني، وطبعا أنت بتمسحي بتعملي برضه دوسي على كلير عشان تحافظي على الـ يعني الشرح بتاعك أهو، أو بمعنى أصح متشوشيش على نفسك في الشاشة، تمام كده. خلاص خلصت شرح كله تمام، اعمل ايه، ادوس على ستوب شير، دوست على ستوب شير خلاص على كده، ايه الكاميرا عملت تمام لحد دلوقتي، تمام خلاص احنا شرحنا،
طبعا انا في امهات بيطلبوا مني ان انا اسجل الحصه، تسجيل الحصه او تعملي ريكورد الحصه، ده محتاج لابتوب، ما ينفعش ان انت تعملي ريكورد على الموبايل خالص. برنامج زوم مش مدعم خاصيه التسجيل الفيديو اللي انت بتشرحيه على البرنامج ده، يعني هو مش مدعم على الموبايل بمعنى اصح، مدعم على اللابتوب احسن. طيب هنا برضو بتشوفي البارتيسيبانتس اللي هم دخلوا، تمام، بتشوفيهم وبتتعاملي معاهم ازاي. اهو تمام كده، هو الميكروفون يعتبر كأنه مش شغال لاني انا بشرح يعني مش شاشة يعتبر، تمام. لو انتي لقيتي بقى زن ووش اثناء الشرح فانتي بتعملي ميوت هون ودوسي اوكي، يعني انتي تخلي كله يبقى ساكت وانتي بس اللي تشرحي، وبعد كده انتي بتفتحي عادي بتعملي ان ميوت هون، بتدوسي على ان ميوت هون وخلاص على كده، ويبقى الشرح عادي، يبقى في نظام اثناء الحصة بتاعتك. لحد كده يعني يعتبر احنا كده خلصنا ازاي نتعامل مع برنامج زوم. ازاي بقى نخرج من البرنامج؟ لان طبعا اي مكالمة بتجيلنا مش هنسمعها ومحدش هيسمعها، معنى اصح اي انا عايزة اسجل فويس مثلا لصاحبتي عن طريق الواتساب، فطبعا الفويس مش هيتسجل طول ما انت فاتحة برنامج زوم، لازم تخرجي منه. فتدوسي على اند هنا، تمام كده، كانسل دي، هدوسي عليها وادوس end meeting for all اللي هي دي. طبعا انت عارفة برنامج زوم هيخلص معاكي كل 40 دقيقة، وكل 40 دقيقة هتخليهم يخشوا من نفس اللينك او تبعت لهم لينك جديد اللي انت تدخلي منه، تمام. وطبعا عشان تحافظي على اللينك لازم تعملي لك غرفة خاصة بيكي، تمام. وده من خلال برضو برنامج زوم شوفيها على اليوتيوب ان شاء الله هتعرفي ازاي بتستعمليه، بس هو استعمله سهل، تمام. هتدوسي and meeting for all، خلاص خلصنا كده، تمام. اتمنى يكون الشرح يعني استفدتوا منه وعجبكم. البرامج اللي قلت لكم عليها مش صعب استعمالها خالص، وفي نفس الوقت سهل قوي ان انت ان شاء الله تشتغلي ان شاء الله ربنا هيفتح باب رزقك، ومفيش حد رزقه بيتقطع، ربنا يبارك في كل الناس، وان شاء الله كل حاجه هترجع لطبيعتها، اطمنوا. وفي امل، في امل في الحياه، في امل في الحياه والله، ما تقلقوا خالص ان شاء الله. لو احتجتوا اي حاجه كلموني على الواتساب او تبعتوني على جروب تأسيس بالأول وجديد، وأنا تحت أمركم وعناية ليكم. أشوفكم على ألف خير، مع السلامة.